مش عارفه. بس هو دوري كان في وشي تاني متطلب انها تبقى زوجه راجل كبير، لانه هي بنت اوريدي صغيره، يعني هي صغيره في السن، تتجوز واحد عشان ينجدها من حياه كانت مش حلوه وظروف كانت بتمر بيها مش حلوه. فطبيعي جدا انها تتجوز واحد كبير يعوضها عن السنين اللي هي عدت فيها وكانت مش حلوه. بس كانت لطيفه يعني، مش حسيتش نفسي انه عامله ازمه. طب احكي لها على كواليس المسلسل، كواليس كانت شكلها ازاي؟ وش تاني؟ لا وش تاني كانت كواليسه تجنن بصراحه، يعني كلها يعني اولا انا يمكن العمل الرابع او الخامس مع استاذ حسين فهمي. كريم دي اول مره اشتغل معاه بعد جشة تلميذ، بغض النظر ان انا ما كملتش الفيلم ساعتها، لكن كريم على المستوى الشخصي صديق وانا بعتز ليه، وانبسطت جدا كنت شغاله في المسلسل يعني على راسه كريم واستاذ حسين، ده شرف ليا انا كمان، وحسيت نفسي ان انا في مسؤوليه يعني. لكن احنا كواليسنا تجنب مع استاذ حسين، او كريم طبعا ده مشاربات، لكن استاذ حسين طبعا تقعدي تسمعي التاريخ زمان والافلام وشغله مثلا مع سعاد، يعني قد ايه ممتع تسمعي حاجات انت ما تعرفيهاش اصلا عن ممثلين زمان ونجوم زمان، فدي بحد ذاتها يعني انا بعتبرها ثروه يعني. اكتر موقف علق معاكي؟ لا هو احنا دايما اول ما استلمي انا عايزه تكتبي هو عارف ان انا بحب الحلويات، فكان كل شويه يجيب لي جاتوه. كان حلوات جدا، انا طبعا طول الوقت ماسكه شوكولاته. دخلنا دوك، اولا كريم ما كان عامل دايت، بوظت له الدايت، هو ضعيف قدام الشوكولاته، فكل يوم الصبح ادي له كام شوكولاته، يعني يقول لي انت هتضغطي عليا، فتخن فعلا حتى هدومه ضاقت عليه، وانا ضربت طبعا حلويات في رمضان. فيعني لا احنا كواليسنا حلوه، كمان استاذ وائل جميل في اللوكيشن، ما تحسيش انك رايحه تشتغلي على قد ما انك رايحه بيتك مثلا. بس وقت ما بنخش نصور ما فيش صوت خلاص، يعني بنشتغل بس. ككواليس كانت حلوه بصراحه، يعني الواحد زعل اخر يوم تصوير، احنا زعلنا. عاوز تكلمين بقى يعني عن حسين فهمي وعن يعني اللي انت اتعلمتيه منه، بعيد عن ذكرياته وبعيد عن اللي هو حاجه، اللي انت اتعلمتيه من حسين فهمي كنجم كبير يفيد منه في ضالك مشوار عقاب. هو حد ملتزم جدا لدرجه انت ما تتخيلهاش، انسان خلوق بمعنى الكلمه بجد. حد لو الكاميرا اتاخرت وقاعد ممكن ساعتين ثلاثه عنده بال طويل يقول لك مفيش مشكله، يعني ممكن يكون في نجوم في سننا ممكن يكونوا بيتنرفزوا وبيتضايقوا ويسيبوا الكيشن بيمشوا. لا قد ايه راجل وقور بجد، يعني حقيقي انا كنت بتفرج عليه كده من بعيد وهو ساكت بيقرا طول الوقت، بيقرا بيحبش يضيع وقت كده على الفاضي، لا ويحب يشوف ايه اللي ماشي في الدنيا ويسمع مزيكا معينه، ودايما كان يعني نصيحته ليا قال لي لازم تغيري، ما تستمريش في حاجه واحده علشان تنجحي. قال لي انا ما نجحتش الا لما فضلت جاي كتير وقت طويل، وبعدين كان لازم اغير من نفسي، اطلع ابقى بلدي شويه، ابقى شرس شويه، ابقى شكلي دكتور. قال لي غيري، قال لي ده نجاح وانت عندك المقاومات دي. فيعني دي بالنسبه لي ده بيديني باور اكتر.